خطوات تصعيدية قد تصل إلى ترك النفايات في الشارع وإغراق النجف بالأوساخ والإضراب العام، يهدد أكثر من 3800 أجير يومي وموظف بصفة عقد ببلدية المحافظة، وذلك بعد وقفة احتجاجية نظموها للمطالبة بصرف رواتبهم الشهرية المتأخرة وإيجاد صيغ قانونية لضمان حقوقهم المالية والوظيفية. طالب فروقاتنا 2019 و2020 لحد الآن ما مطينا إياهن، تحويل الإجراء إلى عقود لحد الآن خطية ما محوليهم، ما معتبريهم. الله وكيلك كل عباس كي هسه بس انضروب يصير بي شيء، يلا درع يدفرني دفرة، ما يعتبرني عقد ولا يعتبرني كل شيء. والمدير هذا كذلك نطيل هذا يقول والله خليج المسؤول مالتك يسوي لك اياه، وكله كذب من يسوي لك اياه. وعلى الرغم من الخطر البيئي لوظيفتهم، سئم موظفو بلدية النجف وبحسب ادعائهم من الوعود الفارغة التي تطلقها الجهات الإدارية في المحافظة لتطبيق فقرات قرار 315 للمشمولين به. أما الأجراء العاملون فيطالبون بدورهم بزجهم ضمن القرار المذكور وانتشالهم من واقعهم الاقتصادي المزري. أريد الحقوق مالتنا، ليش أنا هسه صار لي 14 سنة بالبلدية ها ما له حقوق نهائيا؟ أنا هسه بوسط الخطورة بنص الجزرة ها، والله العظيم ألقي سيارات طابة مكاني ها، وحتى العمدان توقع هاي وعادلها. اريد بس الحقوق مالتنا مال قرار 315 بالقانون. احنا ما جايين نقول لهم اعطونا من نجيبكم، القانون يقول يتعامل العقد حال حال الموظف. شنو الموظف يحصل له؟ يحصل للعقد السلفة، القطع الاراضي، المخصصات، الحوافز، لان كلهن ابد ما حسبون. اذا ابنك طلع بالنفايات يشتغل براتب 300,000 دينار، والله لو تعطيه مليون ما يشتغل. احنا قابلين براتب ابسط راتب هو 350,000 دينار، بس اعطينا حقوقنا وياهن. ويبدي النجفيون تخوفهم من تكرار مشاهد انتشار اقوام النفايات وتلال الاوساخ في شوارعهم بحال لجأ موظفو البلدية الى الاضراب، لا سيما وان ذلك ليس الاول من نوعه وربما لن يكون الاخير. من النجف محمد رزاق، التغيير.